في عالم الاحتراف ما بيعترفش ان ده هنا او هنا. وخلينا نتكلم بالعقل كده، كابتن جوارا كان من ابناء النادي الاهلي ومسك نادي الزمالك فاهم قصدي لفتره من الفترات فاهم قصدي. كابتن حسام حسن من النادي الاهلي فاهم قصدي، مع ذلك مسك نادي الزمالك فاهم قصدي. انت في عالم الاحتراف انتمائك للفنانه اللي موجود فيها ايا كان فاهم قصدي، وخاصه لما تبقى انت متربي على انتماءات معينه فلازم تبقى تخلص في المكان اللي انت فيه، لان كلمه الاخلاص دي مهمه قوي في عالم في العالم كله في كل حاجه مش في الرياضه بس. الاخلاص يعني معناه ان يبقى في ضمير، يبقى عندي امانه، يبقى عندي شرف للمهنه، دي نقطه مهمه قوي. لكن في الاول والاخر ايهاب جلال من المدربين المحترمين، مدربين كويسين جدا. اذا كان مدربين بعض المدربين اللي اتكلموا في نادي الزمالك طبعا من حقه ان هو الراجل متربي في نادي الزمالك بيعبر عن رايه، انما مش ببخس حقه ولا في نفس الوقت ان انا انتقده، ما ينفعش ان انا انتقده ولا ما ينفعش ان انا ابخس كمان حقه، انما عايزين نبقى عندنا ثقافه ان انا اسمع الراي والراي الاخر. يعني انا ليا وجهه نظر معينه، مش معنى ان انا بقول وجهه نظر ديت ان انا على خلاف مع الشخص، لا انا بختلف معاه في وجهه نظر وليس خلاف شخصي. فما دي نقطه مهمه قوي، انا ممكن ابقى مختلف مثلا معاهم زي ما هم مثلا مختلفين مثلا مع بعض الناس، ان يقول لك لا احنا في دماغنا كده. طب ايه المشكله؟ اختلاف وجهه نظر جميل جدا، ان ما فيش خلاف بينهم وبين الكابتن ايهاب جلال فما ده دي نقطه مهمه قوي.